صلى على النبي. هنشهدوا الناس علينا على الشراكة اللي احنا داخلين. انت ليك عندي الفراخ اللي جوه 20 فرخة. ليه 20 فرخة بيضة؟ حلو الكلام؟ تمام. وانت ليك 10 بطاط. ليه 10 بطاط مسكوفة. تمام؟ هنعمله دي اليوم اصفر في اسود. هنعمله دي الحين. طبعا يا جماعة هم داخلين معايا شركة في مشروع دواجن. وطبعا جبناهم والحمد لله وتمام التمام والدنيا تمام التمام. انا دلوقتي بنعمل معاهم شراكة. ماشي، ما هو انت برضو جدعنتك ان انت تعلم ابنك وتخلي ابنك يعتمد على نفسه. ما انت ما تسيبش ابنك كده، اوعى يكبر مراته تصرف عليه. بص يا باشا، اوعى مراتك تصرف عليك في يوم من الايام. اوعى يا رجاله. يا عم صل على النبي، زي ما مسعود جه تديني انت ليك عندي كام فرخه؟ ليك 20 فرخه جوه. تمام، ال 20 فرخه انا ليا في نص الصبح هناخدهم اول ما تاخد الجماهير. تمام، حلو الكلام. الناس شاهدة علينا، هنرجع نقول لك يا خبيث يا لئيم. لا والله كلت حاجة. لا والله. تمام، هتديني فلوس. تمام، لما تيجي تبيع الفراخ ليا نص المكسب. لا بخليه نص يا بابا. نص المكسب. حلو يا عم، صل على النبي. اللي هيسرع عليك هيسرع عليه. ما هو ليه كده 10 بطاطا تاخد نص المكسب؟ انا بخدت. طب ما انت البطه بتعمل كام كيلو؟ بتعمل لها 4 5 كيلو. الكيلو ب 100 جنيه. الكيلو ب 100 جنيه البطه لوحدها تعمل لها 500 جنيه. انا الكيلو 70 جنيه. ده الراجل اللي جاب لنا البطه والفراخ بيقول انا جايب بطه لمراتي ب 400 جنيه. يعني انت لما تبيع البطه 10 بطاط في 500 جنيه بكام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه. انت يا معفن، انت تاخد 5000 جنيه كام بومه؟ انت تاخد 2000 جنيه وانا ناخد 3000 جنيه. يا عم صل على النبي. يا عم صل على النبي. الرب انت يا ام نور بتنحلي في اي حاجه ان انت تاخدي لك فرختين للبيت. انا عارف. يا سيد الربع عشان ده معايا. هتدي لها فرختين؟ يا عم صل على رسول الله. هناخد الربع وناخد فرخ. وانت هناخد الربع وناخد الجزء فرختين. لا لا فرختين. لا كلمه الحمد لله. الربع بتاع الفلوس المكسب طلع من 30. ايه ده الربع لمين ده؟ اسمعوني بس. الربع لمين يعني؟ اسمعوني بس. هتشحتهم لله ولا ايه؟ هتديني لله ولا ايه؟ انت عارف شكاره العليجه بكام؟ طلع مني فرختين. شكاره العليجه يا ابني ب 1250. يا ساتر يا رب ب 1250. شكرت العليجة نتيجة تطلع تاخد يا ابني ايه ده؟ احنا هنصرف على بعضينا. انت جاي الفرخة دي الفرخة عبال ما تبقى من كتكوت ل 45 يوم بتاكل نص مليون جنيه. ده الفرخة بتنحل. بس يا يوسف احنا على حكومة ان انت مثلا لو بعت الفراخ بعمله مثلا 2000 جنيه. ايوه 2000 ليه الربع؟ ابوك ليه الربع؟ وايه تاني؟ وبعد كده ايه؟ مساعدة منه لك. مساعدة مين؟ انت تساعدني. لو ابويا كان ساعدني كنت مساعد. انت في الدورة الاولى حتى في الدورة الاولى وهتديله فرخة اليوم اللي هيتغدى بقى هنا. ليا التلت. ابعته شوية عليا. ليا التلت. التلت المكسب. ما تسكت انت يا عم صل على النبي. يا عم صل على النبي. ليا الربع وليا فرخة. ماشي. انا موافق. ايه ده الربع؟ فرخة. ربع وفرخة؟ ايه؟ لا ما طمعش كده يا يوسف. ما طمعتش والله. وانت ليا الربع وليا فرخة. بس كم عايز ابطل؟ ابوك هياخد مين؟ يا عم ليا الربع وليا فرخه وليا وليا هتاخد بطه ب 500 جنيه اليوم ده وروحي وديها يشوها لك وتاخده بقى. لا مالكيش فيه بقى، ده انا هناخدها نبيعها. انت بتحوري. ده انت ايه ده بتعرض؟ ما تعملش بيها ولا حاجه. بالك انت يا عم عامل فرخه تروح في الاكل. المهم انت لا يابا ليا الربع وليا فرخه. في فرخه عندك كده انا بتحبها وبنمشي معاها بالليل بنروح معاها مشاويه. انا هنشتريها الفرخه دي. وهتبيع فرخه؟ ايوه نبيعها فرخه. هنطلع نقعد بقى على المحطه. طب ما بيتك اولى بيه. لا لا نقعد بقى على المحطه. طب جنب تطلع بعد جامع التوبه. اللي رايح واللي جاي نقول له اشتري فرخه. انت انا لامريس يا ابني. انت لامريس. انت عملت ولا ايه وعرفت فرخه انت ليه ربع ولا ايه بطل؟ انت يا ابريل بكام مش هتبطل البيت بقى؟ لا لا بس يا رسول الله صل على رسول الله. احنا لسه ما خلصناش الجسم. اسمع بس انت يا ابني عشان يبقى مرضي الله وما حدش يبص لك في رزقك. ما حدش هيبص لك. مهما اللي سبقني دي بس لو بصت في رزقك كل سنه وانت طيب والله ما بينفع تاني. ما انا عارف. مهما تجيب فراخ مش هتعيش. اسمع مني. لا 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 حاسب بقى. لا ايوه انا كده اتهنت. والنبي ما توقفوا الفيديو. خليش لا وقف الفيديو. انا كده اتهنت. لا لا استنى استنى. امك اتهنت بسوا. يا عم صل على النبي. يا عم صل على النبي. ليا الربع وليا فرخه وانت تدي لها فرخه للبيت. فرخه واحده برضه لا كده بقى يا حرام. انتوا بتتكلموا مين يا جماعه؟ احنا خمس انفار. وانت ليا الربع وليا بطه وتدي لها بطه للبيت. البطه كده ليك 18 فرخه. كده هناخد 4000. يا عم اسمع. وانت ليك 8 بطاط. ليك 8 بطاط. انت صعبتهم لسه. لا لا ياسين هيبقى مبلغه كبير 5000. تاخد 2000 ونص وياسين 2000 ونص. يعني بالعربي كده. بص يا يوسف 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 بص يا يوسف
يا عم ليه عندك الربع والفرختين؟ مالكش دعوه بقى ندي للبيت ما نديش البيت ما نخليه. تمام؟ وانا ليه عندك الربع وبطتين؟ ندي للبيت ما نديش للبيت يا عم الباقي بيعه حلال عليك. طيب. يعني لما تبيع لك 18 فرخه في 250 في 250 حلو خالص. وانت لما تبيع لك 8 بطاط البطاطا 4000 جنيه انا اخد 4000 جنيه لوحدي. طب انا بجيب هدوم فجاه متظبط هدوم ايه؟ هجيب هدوم مصاريف ايه؟ ايوه بدفع مصروف انا عايز افطر في مصاريف البيت. شاور اختك يابا عايز افطر. ايوه انا متجوز البيت البطتين والفرختين دول ماشي نور مصروف 1000 جنيه عندي ماشي البطتين والفرختين لا ده انا لسه عليها ده وعرفت هتبقى تنزل دي خلي بالك يا ابو نور بيسمع الكلام هيجي يقول له خد اشتريه وقعد فلوس كده اتفقنا منك لله يا شيخ الناس في الفيديو شاهد علينا بما يرضي الله انا مسا عليك كده ليه عندك ايه كلام خلاص خلص انا هنأكل لك فراخك عليجة وهروج لك عليهم تطعيمات وتحصينات و100 100 وهو هنأكله البط بتاعه انا بقى استنى بس انا كنت كلام كده بالحاج ماشي انا المفروض ليا نسبة عندك وعند ياسين نسبتين. انا اللي بنوكل وبنشرب طب وهي لان هي نسبه عندك ده انت اللي هتدينا النسبه انت واخد اوضه استنى 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 امال انت بتاخد مرتب كل شهر ليه؟ امال ايه ما انت بتشتغل زي الناس الله الله عليك يا كابتن وعلى الحلول بتاعتك رد رد ايه؟ بتصرف لي ليه كل شهر على مرتب؟ على ان احنا بيديك مرتب عشان كده تنكر في الفيديو قدام الناس انت ما بتاخدش مني مرتب بناخد والله غير مصروفه لا بناخد والله غير مصروفه بياخد مرتب لا اصل ده بيقول لي ايه؟ معلش انا ليا اكتر عشان بنوكل ونشرب طب ما انت ما انت لو ما انتش من المصنع طب انتوا كده خلصتوا كلام لا طب انا بقى عايزه الناس تحكم في التعليقات دلوقتي يوسف ما عنده 20 فرخه يا جماعه صغير وانا عندي 10 بطاط هيكبروا وهيبيعهم وياسين واخد 10 بطاط من ابوه اخده من يوسف على فكره امال والنبي لو عملوا مزرعه هتعملوا فيهم ايه؟ وابوه جايب يا جماعه شويه بط حلوين ما شاء الله عليهم المفروض يوسف وياسين انا عندي عندي فريزر يا جماعه سبع ادراج وعندي ثلاجه كبيره 16 قلم المفروض هم يملوا لي المفروض هم يملوا لي السبع ادراج دول يوسف وياسين بط وفراخ بابا ثواني بقى يملوا لي السبع ادراج بتوع الدي فريزر طب احنا كده خدنا ايه؟ يعني مثلا ثلاث ادراج فراخ ثلاث ادراج بط وانا على هاسكو كل يوم بقى مشوي ومحمر وبص والله ما حرمكم من حاجه ايه ده يا بابا هناخد احنا ايه كده وشيبس ب 5 جنيه اللي احنا مقاطعينه وحته جبنه ب 5 جنيه نتعشى الحمد لله طب عايز تتعشى كل يوم جبنه وشيبس انت هتزهق لا انا كل يوم جبنه وشيبس خد مني نصيحه اوعى تاكل فراخ ولا لحمه تكون محطوطه في الفريزر يومين لا يا بابا انا الصبح بصبح يعني موضوع الفريزر ده موضوع فاشل معاك ده معاك انت عشان انت مش عايز تملاه ليه؟ طب ما احنا لما احنا بنملوا الفريزر في العيد بابا اشمعنى ما بيبقاش فاشل في العيد؟ عشان تتبنت عشان هي خلاص يا ابني لا عشان تتبنت يا ابني عشان تتبنت لا بس مزرعتك وسهل هي عندهم الواد ده ليه عندي في ذمتي 10 بطاط والواد ده ليه 20 فرخه واحده راحت منهم عشان عمك هيثم في الفيديو تبقى تاخد منه واحده الدفعه الجايه ماشي تمام ماليش دعوه بالله راح من اللي وجع ماليش دعوه انا واحد ثلاثه تاني ده البطاط هي اللي وجع منها ثلاثه تمام يبقى انا كده يا عم ليه عندهم ليه عنده الربع ربع المكسب وما ليش ان هو يتحكم في المكسب لحد ما يبيع كله ويجمع كله ايه ده يفرق الزنك في 10 جنيه ماليش دعوه طب نكتب يعني يكتب يحاسبني بالورقه والقلم تمام ليه عندك الربع يابا وليه عندك فرختين الواد ده بيخون ممكن يبيع الفرخه وعن شرط الفرختين انا اللي نجيهم الله الفرختين مش انا اللي بنجي لما بيبقى جوازات جراوي انا اللي بنجي جراوي ايه مالك عن 650 جنيه والله دي والله دي دول ما بره الموضوع فلوس دي بره الموضوع جيب دي وانت طب ليه عندك بطتين تمام وربع المكسب خد لا خلي البطتين دي في رمضان يا سيدي على اي كلمه انت بتقولها حتى لو الكلام والناس شاهد الفيديو ده هيبقى على اليوتيوب متوثق يابا بابا انت بقى يوسف قال لك دكتور ليه نسبه عندكم البط هو مش هو بيشرب ماله وحاجته مش بياخد مرتب ما تطبليش ما تطبليش خلاص على اساس ان انت بتتكلم كده ما بتاخدش مرتب انت راجل كل يوم عمال نسحب 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 لا خلاص يا جماعه خليكم شاهدين عشان المشروع ده هيكبر باذن الله قريبا يعني وعلى فكره مش هنزهقوا كل يوم دوره جديده وطبعا هنعملوا شراكه كده مع بعض وعقبال عندكم يوسف ياسين مش هننسكوا في بطه وفرخه بس كمان بس عضو يوسف بيرتبوا لك لحاجه بص مش قاعده الواد ده مش سامع اهو بيقول لي وربنا هيغني على جنب قال لي قال لي عارف انت فرحتي لي كابتن هياخد النور هيعمله قد ايه قلت له قد ايه بيقول لي هيخش 500 جنيه وهياخد ربع المكسب ده كده ياما عليه وربنا بيقول لي كده الواد ده صوت انت بتسخن
بيظبط الجو برضه انت فاهم. الواد ده سيسن يا عم ليك ورك يا كابتن. انت كلامك كله صح. قوم يلا عشان مش حاجه جوه. امال لو فرخه هتعمل ايه؟ كل ده عشان وركم. امال لو فرخه هتعمل ايه؟ هننجي اكبر فرختين. مليون مسا عليك يا جماعه. امال ايه برضه اكبر فبطتين.